يعني على المستوى الشخصي والاجتماعي، هي متجوزه مخطوبه ولا لسه؟ هو الفكره ان انا اتخطبت، بس الفكره ان الشخص اللي بيرتبط بيك هو عايز يكون انك تقعد في البيت وتخلي بالك. النقطه اللي انا بسالك عشانها تحديدا، ان هو يعني الطرف الثاني فكره مدى تقبله، لان انت مثلا مسافر عندك بطوله بتحكمي ماتش مش عارف ايه بتدربي، يعني مش كل الرجاله للاسف الشديد ممكن يستوعبوا النوع ده من الموضوع. عندنا نماذج، عندنا انا عندي في النادي اللي انا بلعب فيه كابتن ايناس مصطفى، هي متجوزه وعندها بنت وجوزها بيجي يشجعها في الماتشات. احنا ابتدينا نقتبس كتير من الغرب، وهي يعني نموذج مشرف وبتتعب وبنتها بتروح المدرسه وبتيجي تتمرن. عندنا كابتن سهام فؤاد وكتير من المحكمات حكمه دوليه دلوقتي، عندها 2 من الاطفال، دي عشره عمري وصديقتي من واحنا عندنا 10 سنين. جوزها طول الوقت معاها، بيحضر معاها مباريات، بتروح معسكرات للتحكيم اهلها ومامتها. فالموضوع مش فكره ان راجل، انا اكيد بيتي وابني او عيلتي هيكونوا من اولوياتي، لكن ان انت تكون ورايا سبورت في ان انا احقق نجاحاتي. ما انا مش هعمل تاريخ 20 سنه ويجي شخص يقول لك لا سيبه اقعد في البيت. يبقى اختاري صح بقى. أكيد. يعني هي دي الواحد لازم يختار إن أهلي صح. فكره ان اهلي بقوا دلوقتي بيقولوا ان لا ما تختاريش اي حد وخلاص، خلي حد يبقى وراكي في النجاح. لازم يبقى في اختيار داعم، لان احنا بنبقى يعني زي شركه مع بعض. أكيد. مش حد يتحكم في التاني، لكن انا بتفق معاكي وكريم اكيد يصلح لنا، لان في بعض الرجاله لسه عندهم ثقافه السيد او التحكم او يعني طبعاً. النرجسيه. أكيد. اللي هو انا اتجوزتك انا عايز احطك في علبه، ويعني كلنا بنقابل النوعيه دي، لكن لا تناسبنا يعني. وكمان هتضربي اولاد، فهي كانت انت هيبقى ولد زي ما حضرتك كنت بتقول ان ولد ممكن يسلم عليا او يحضنني. باين يدخل لك بقى من دخله ايه يا كريم؟ لا انا واثق فيك، انا خايف على انا خايف عليك. لا انا مش ضامن الباقيين، لكن واثق فيك. لا والنموذج ده موجود في كل زمان وفي كل مكان، مش هيختفي يعني شكلها، ممكن يقل. بس ده جزء من التكوين الذكوري الكلاسيكي بصورته المتعارف. واحنا بنحترم الحته دي وعاداتنا وتقاليدنا، لكن الفكره ان انت في نجاح فانا سنده وزيره طول الوقت، هي بتحاول تشوف هنا وهنا وهنا، فمش معنى كده لا انت مش هتروحي عشان تقعدي في البيت. النجاح بيجيب نجاح، وكلنا اكيد لو هنبقى بنساند بعض الموضوع هيبقى مختلف. انا بتفق معاكي، ولكن انا اتمنى العادات دي او الافكار دي تختلف. مش كل عادات وتقاليد بنتوارثها صحيحه، يعني لازم يكون في احترام لفكره هنا كيان الانسان، مش فكره رجل وامراه. يعني موضوع ما بيبقاش كده. وده رجعنا له من كان في مشروع او في برنامج بيتعمل في مصر اسمه بريمير سكيلز تبع الاتحاد الانجليزي، دوره اسمها المهارات الاساسيه للدوري الانجليزي الممتاز، بالشراكه مع وزاره الشباب والرياضه والمجلس الثقافي البريطاني. دي بتمكن المراه انها ازاي يبقى عندها شخصيه، ازاي تبني في البنت انها يبقى عندها ثقه في نفسها، ازاي تقدر تاخد قرار، ازاي انها يبقى عندها اسره تقدر يعني سواء هي المراه لسه محتاجه المزيد من التمكين. اكيد من وجهه نظركم شايفين ايه؟ لا هي اكيد حطت رجلها على الطريق السليم، بان احنا عندنا 8 وزيرات، عندنا سفراء، عندنا حاجات كتيره قوي، عندنا مدربات كره قدم للرجال. وانا نموذج واحد، في اكتر من نموذج مشرف واحسن مني بكتير. طبعا يعني وعندهم خبرات اكتر مني ممكن يكونوا، بس دلوقتي الساحه لما هتتفتح بالشكل ده الناس كلها تحط رجلها على طريق يقدروا يمشوا عليه. انت لقيتي نفسك اكتر في التدريب ولا كنت لاقيه نفسك اكتر في ممارسه كره القدم بنفسك؟ هو انا اوريدي لسه بمارس، انا لسه كان عندي اخر مباراه في الدوري الممتاز موسم 19 20 اللي كان بيكتمل عشان يحددوا منه مين هيصعد يلعب بطوله افريقيا. جميل. فانا لسه بلعب وبدرب وبحضر في كره القدم، لكن هو الموضوع كله ان انت حاجه شفتها واكتسبتها عايز تنقلها لناس تانية. فهي الفكره ان انت عايز تكمل، زي برنامج المهارات الاساسيه ده بينتشر ازاي، ان انا بحاضر للمدربين والمدرسين، احنا 24 مدرب معتمد من الاتحاد الانجليزي في مصر، ازاي نقدر ننشر فكرتنا او فكره البرنامج ل 27 محافظه، والناس ترجع لمجتمعاتها تقدر تنقل الفكره دي، خاصه للبنات او الناس اللي ما عندهاش امكانيه انها تقدر تمارس رياضه. في النجوع في الكره دلوقتي بيتعمل مشروع اسمه 1000 بنت ب1000 حلم، تابع لوزاره الشباب والرياضه والمجلس الثقافي البريطاني برعايه الاتحاد الانجليزي، وشغال 1000 بنت ب1000 حلم بس على مستوى الصعيد. حلو قوي ده. حلو. وهينتشر على 27 محافظه. دلوقتي القاعده انتشرت بشكل كبير قوي، دلوقتي لقينا نسبه الممارسه ونسبه المشاركه كبيره جدا، وبيدعمها اتحاد الكوره دلوقتي بشكل كبير، ان هو هيعمل دوري للبراعم ودوري للناشئات ودوري للقسم الثاني والممتاز الف. جميل. فكره القدم بدات بست فرق، دلوقتي الموضوع انتشر بشكل مختلف وحطينا في حته ثانيه يعني.